ايه ده، وخليني اوصل فكرتي، كل ما بتكلم عن قناه مكملين وقطر وعزام التميمي بتقاطعني. لا اهدى ما اصل ده مش وسيبني اوصل موضوعي، المعلومه، مش انت ده مش قناه الراي موضوعي، والراي انا الاخر؟ عايز اسمعك، انا عايز اسمعك اه بس. يبقى انا في اسمعني نفس للاخر، الوقت خليني اوصل حاضر، فكرتي. بس ممكن عزام تسمعني، التميمي بس اللي ممكن قاعد تسمع بين سؤالي، اسبور، ممكن تسمع سؤالي. اتفضل اسال سؤالك. الله يكرمك. انا سؤالي هنا حوالين اللي بيحصل في مصر، دعوات انا سؤالي النزول. هنا حوالين اللي بيمولكم عشان تقولوا ايه اللي بيحصل في مصر، لان انتوا ما عندكمش الحقيقه، انتوا بتكذبوا. يعني انت بالنسبة لك يعني متسق نفسيا مع نفسك ومطمئن الى فكرة ان انت تتهم الاخرين وخلاص؟ هل ده بالنسبة لك مين هيريحك؟ بيمولك يا سيد؟ سيد مين بيمول قناة مكملين؟ القصة مش قصة مين اللي بيمول يا وائل، القصة قصة مين ازاي مش مين ينزل، اللي بيمول يا سيد؟ مش ده يعني اللي هدفنا. بيدفع لك المرتب هو اللي ممكن يمنعك؟ يعني انتوا لما قطر كانت متخانقه مع السعوديه شتمتوا السعوديه، قبلها ما كنتوش بتشتموا السعوديه، قول لي انا انا مش كذاب برضو، يا سيد؟ انت برضو مصمم على تدخلني في حواري ضيقة. انت هتستفيد لا ايه انا دلوقتي؟ بكلمك شخص المشاهد لشخص هيستفيد ايه من دلوقتي، ده؟ قناه الفرد، انا مالي مال النظام المصري، قناه مكملين مين اللي ممولها يا سيد؟ مين اللي بيدفع لكم مرتباتكم اخر الشهر يا سيد؟ انت مين اللي هتستفيد ايه بيمولك من يا ده يا سيد؟ وائل؟ ما تفهمني بس، انا عايز اعرف انت هتستفيد ايه من ده، مصر هتستفيد انا ايه من ده؟ هستفيد ان انا اقول لك ان القطريين بيضحكوا عليك، هفهمك، طيب بس قول سيبني لي، الاول، فهمني جاوبني الاول، مين ممولك؟ انت مش فهمني. عايز طب تجاوبني فهمني، لا اصلا. انت قلت لي هتفهمني، اه فهمني. انا بس هسال، ممكن تسيبني اشرح دور عزام التميمي في الوضع المصري، لا الاخ مش الفلسطيني؟ هقدر، مش هقدر اخليك تتكلم على اشخاص في غيابهم، لان من حقهم هم كمان امال يردوا. اشمعنى عايز نتكلم عن النظام المصري وانتقد وهيج ومش عارف ايه في غيابهم؟ اشمعنى دول ما بتنتقدون في غيابهم؟ انا عايز اتكلم عن عزام التميمي يا سيد يا توكل. لا انا وائل سعيد عباس غنيم سالم بغيدي عايز اتكلم عن عزام التميمي. طيب انت كده بالنسبه لك هتبقى يعني، هل ده هتبقى انت كده حليت المشكله لو انت اتكلمت عن عزام التميمي؟ لما الشعب المصري يعرف مين هو عزام التميمي وايه افكار عزام التميمي ومين بيمول عزام التميمي والشبكات بتاعت التمويل ومين القطريين يعني هل المتدخلين مشكله ومين مصر اللي بقت هي دي بيستنى يا مين وائل؟ ضابط الاتصال في المخابرات القطريه؟ اسكت يا سيد يا توكل، لا ما اسكت.